أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جمعية عائل للرعاية الأسرية للأيتام يا جماعة مسوين مشروع إفطار صائم في ساحات الحرم المكي، وسعر الوجبة 15 ريال. وأنا ودي إنك تغانم رمضان، رمضان أيام معدودات يا جماعة، ودي إنك تحط لك سور 200، ودي إنك تحط لك حاجب ولاجب بينك وبين النار، ودي ان يوم تعرض صحائفك بكرة عند الله سبحانه وتعالى لك مقدم شيء سعر الوجبة ب15 ريال. والله يا الربع انها ما تعجز احد الزمن هذا، بل تجود به نفسك، بس بكرة يوم تعرض الصحائف لك مقدم شيء، ودك ان رمضان ما يطلع يوميا تصدق ربك توافق ليلة القدر. قال عيد ما جاء، حنا فور صح بدلت، حنا فور رمضان، الفطور وين؟ ما صليت الظهر والعصر من اول راقد. هلا صليت ورجعت رقدت، ايش المشكله؟ انتم يا رجال تفلنون النوم ثم تقومون تقولون ابا اكل. اللي شوف تقول واقفه من الفجر في المطبخ. ايوه يا قلبي. وش سويت الكريمه هذه اللي لو اجيب ورعي غازي سواها؟ الله اكبر. ايه ترى بسيطه، ما في شيء يحمل. يا صبر الأرض على أشكال اسمه غرت نافخين، يعني سويته يعني. إيه سويته. وش سويتي؟ سوي إيه؟ راح شيل السفرة ثم تعال كلمني. السفرة وين؟ أنا داخلها الحين ما شفت سفرة. هذا كله أنا مسويه. أنت اللي سويتي؟ إيه. والله يا بنت الدير إن علوم تزعنة، بس أنت نو بتخمت علي. أنا خمك؟ أنا كنت ما أفهم. زوجاتي في المطبخ وانتم ما تساعدونا ولا فيكم خير. ويش؟ ما حفظتي من علوم الرسول الا انه يساعد زوجاته في المطبخ؟ احفظه يحفظه بس. هذا اللي فالحتم فيه، بعدين وش ساعدت فيه؟ على لف سمبوسه وكريمه؟ لا انتم تشرطون، هذا في ملح، هلا لا في فلفل، لا مابا. انتم ضررين تشرطين ترى. طيب ايش تبين اسوي بنت؟ ما تقلين هي لا جاء 10 اواخر ثم قمتي ابا مقاضي، ابا ماركت ديور، ابا ماركت كوتشي، ابا شنطه من هنا، ونودي تسن بعد حنا نخسر ونتعب المن. حتى حنا نتعب نشتغل من الظهر. من الظهر حنا اللي داوم واللي يروح واللي يجي بعد مشكله. لا والله. اي لازم يكون وجهات نظر، ما بكل الحمل علينا حنا. لا كل الحمل علينا حنا. وانت لو وقفتي في المطبخ ساعتين طنقرتي. كذاب. انتم الحين قلتوا تغرون الاستراحة، والله ما ندري ايش تسوون. وش؟ من اللي غرر الاستراحة؟ انتم. لا تعمين، احنا جلوس هنا وفي بيوتنا وعند ورعامنا. كذاب. اي ولا نروح الاستراحات. بعدين انت وين تروحين؟ ما فيه عرب ما تصيرين عليها متقهوين. ترشحين في قهاويهم. ثم على المواقع هذه تطلبين حتى من خارج المملكة للعيد للعيد. إيه ولا قلتي الله عليها عروض أبلحق قدامي انتهى العرض. وش العرض هذا اللي مغر وموفر السنة كلها؟ كمل. خليني ساكت بس، ترى قلبي مليان مليان مليان. إيه طلع يلا. هذه كريمت؟ ايوه. ما شاء الله والله لسه بتديرها مطروخه، بس تستفزيني. استفزك انا؟ ايوه. ترى قاعد تمشي في قلبي. يوم لا ظل الا ظله. امام عدل وشاب نشا في عباده الله ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. شبعت بنات بطنك؟ يلا عطني فلوس العيد بروح اقضي فساتي. العيد باقي رمضان دوب بدأ، تقضين منها الحين صاحية ولا مجنونة؟ عشان فساتين ما
تروح علي يا حبيبي. ايه ولا راحت اخلي الحراريم ياخذنها عشان انتي. انا مكلم لتسال مصنع قالوا في الساتين بنت الدين ما طلعت لها الحين. ايه التصميم حقك ما جاء. الله يسامحك. لا وش دخل؟ وش دخل؟ ترى كلمتين مع عددانيها. على عرض ويبي يخلص ما بقى غير قطعة واحدة. الكذب هذا انا شبعان منه. خليه يروح تقل غير الفستان فستان. لا والله. اي نعم. ياخذنا البنات علي الزين وانا قاعد. وش تبي انفصلي انت يا بنت الدين ملكة جمال. اي شيء. انا عارف اني ملكة جمال. الله يسامحني على الكذبة. اسمي اقول فصلي لو خيشة تجي على زينة. كلامك؟ اقول فصلي لو خيشة تجي على زينة. ما حاكم حاكم دم خل خيشة. قول يا بنت اخي مسكي روحي خذي على البنات عشان تجين زينة وانت تقول اقعدي. يا ابي يا بنت الديرة انت ملكة جمال. انت الدلع. انت الاناقة. اصلا جمالك طبيعي بدون اي اضافات. ما يحتاج اصلا حتى تشترين بكرها الى كبرتي مكياج. من غير لا حد يقول لي. والله؟ اي والله. ما يحتاج انت هذه الثقة تمشي مع دمك اصلا عشان كذا حتى انت حلو. يلا انا ما يا ما بمدحني ومدحك الشغلة.